السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارككم ورحمه الله وبركاته. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة 19 مايو 2010، الحمد لله حصلت على شهادة الدكتوراه عن هذه الرسالة اللي بتتكلم عن المسلمين والتعايش مع الآخر، وبتظهر صورة الحمد لله رائعة للإسلام والمسلمين، وحتوضع في المكتبات البريطانية كلها، حتوضع في يعني تصل إلى الصحافة البريطانية عن نظرة الإسلام الرقية. أنا فرحان جدا جدا، نيتي فيها إن دي حاجة لإصلاح صورة المسلمين، وحاجة هتقول الإسلام عظيم قد إيه، بالذات إنها جايبة أحاديث النبي وجايبة آيات قرآنية وجايبة مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، قد إيه هي إنسانية ورقية وعظيمة. النهاردة أنا حصلت على الحمد لله درجة الدكتوراه بدرجة A اللي هي excellent، فالحمد لله امتياز، وده بفضل ربنا ونعمته. حجم الإصلاحات المطلوبة قليلة جدا، مدتها خلال ال4 أسابيع اللي جاية، إصلاحات إملائية وشوية أشياء زي كده. والرسالة دي الحمد لله كذلك عرفت في نفس اليوم الآن إن مطلوب نشرها ككتاب بيتكلم عن عظمة الإسلام، فأنا الحقيقة فرحان جدا جدا جدا، ومش فرحان بلقب دكتور قد ما أنا فرحان إن حاجتين. الحقيقة الحاجة الأولانية إن حاجة للخير والإصلاح معتمدة ويثق فيها الغرب، وما يقدرش أي حد غير إن هو يقبلها. ربنا أكرمنا وطلعناها كلمة للإصلاح، كلمة للخير عن الإسلام، هتوضع في كل المكتبات، هتنشر في كتاب ينشر في كل دول أوروبا. فأنا سعيد بده جدا جدا جدا، بشكر كل دعولي، بشكر أبويا وأمي ومراتي وولادي اللي هم كانوا أكتر سبورت وأكتر حافز ليا، بشكرهم جدا جدا جدا. بشكر المشرف بتاعي اللي احنا صورنا معاه الآن الدكتور موقل عز الدين، ويعني الممتحنين قعدنا حوالي 2 ساعة يعني يعصروا فيا ومفاهيم حوالين الإسلام، طب وليه الإسلام بيقول كده، طب هل دي نظرة مثالية، كان كلام قوي جدا جدا جدا، وقعدنا ندافع. وبعدين بقى بشروني في الآخر حصلت على درجة الدكتوراه بمنزلة امتياز، ودي حاجة مش كتيرة في الجامعة. أنا اخترت أصور لكم هنا من قوة جامعة ويلز، لأن المكان ده هو المكان اللي متصمم على الطراز الأندلسي، خدوه من الأندلس لأن هم كانوا متأثرين جدا، حتى النافورة والطريقة كانوا متأثرين جدا إن الجامعة بتاعتهم اتأثرت بثقافة الأندلس، ولفت ليام وجنالهم تاني نقول لهم عظمة الإسلام ونظرة الإسلام للتعايش مع الآخر عظيمة قد إيه. أنا سعيد جدا جدا، بشكر كل اللي دعولي، أنا عارف إن في ناس كتير جدا دعت لي، ربنا يبارك ويعني يتقبل ويجعلها في ميزان حسناتي وحسنات كل اللي تعبوا معايا، أسامي كتيرة جدا تعبوا معايا، الدكتور موقل عز الدين، المشرف أميرة حجازي اللي كانت بتساعد في الكتابة، الدكتورة نجاح اللي ساعدتني جدا في الكوشنير، الاستاذ عبد الحافظ اللي ساعدني جدا 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 في الرساله، الاستاذ علي ودكتور علي رشاد وراشد ومساله الاحصائيات، الدكتور جلال الدين الصياد وموضوع الاحصائيات، ناس كتير جدا مش عارف اشكر مين ولا مين، الناس اللي تعبت واشتغلت معايا، وكريم اللي بيساعدني الان وجه معايا. دي الرساله هتتنزل تنشر بالانجليش ان شاء الله، وتنزل في المكتبات بعد التصليحات في ال4 أسابيع الجاية. انا بشكركم جدا الحمد لله. الحاجة التانية اللي مفرحاني ان ربنا سبحانه وتعالى كريم، ما بيخيبش ظننا، واللي بنتعب عليه بيديهولنا، وان شاء الله يكرمنا في حاجات كتيرة جدا لعزة امتنا وكرامة امتنا. ربنا يرضى عنكم ويتقبل منكم. اشكركم جدا 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 كل اللي دعولي، وانا بصور دلوقتي من امام المكان اللي لسه طالع منه الحجرة اللي تمت فيها المناقشة، ويعني بصور معاكم لحظة ما اخبرت ادينا لك درجة الدكتوراه بدرجة امتياز. الحمد لله، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.